وأخيراً اتحاد الكرة يحدد موعد ختام بطولتي الدوري والكأس، نتابع. نعم طبعاً المنصف لازم ما يحمل المسابقة كل هاي المشاكل. هناك يعني أمور مترابطة، مثلاً نجي أول فقرة الأندية، الأندية لو كل نادي عنده ملعب خاص به، لو كل نادي عنده ملعب بإنارة كان الدوري ينتهي في وقت مبكر. أربع أندية تلعب على الشعب، أربع أندية تلعب على التاجي، ناديين على الصناعة، هذا يجعل الدور الواحد يمتد إلى خمسة أيام إلى ستة أيام. دوري لازم يكون له علاج، والعلاج موجود إن شاء الله بالمسابقة، وإحنا حددنا اليوم ضوابط راح نطبع اللائحة ونوزعها على الأندية. أبرز هذه الضوابط هناك عدم تأجيل مباريات الدوري خلال المشاركات اللي هي خارج البيبدين، راح ينطلق إن شاء الله في منتصف أيلول القادم، راح ينتهي بشهر الخامس، إذا راح نطبع اللائحة ونوزعها للأندية في وقت مبكر. كملنا كل التحضيرات للتتويج، راح يكون تتويج مثالي في ملعب الشعب الدولي، راح نتوج الشرطة إذا يعني بعد دورين إذا نحسب وضع النادي الشرطة، راح يتوج أمام الكرخ في ملعب الشعب، بعدها يسافر لعبته خارج بغداد، راح يتوج قبل انتهاية الدوري بدور واحد. وبعد أربعة أيام سيكون نهاية الكأس إن شاء الله بعد ما ينتهي الدوري بأربعة أيام.